تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين زال من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تزوير أوراق نقدية فئة 2000 دينار جزائري وحيازة أسلحة نارية تتكون من 4 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 31 سنة بجميع عناصرها، وهذا بعد توقيف المشتبه فيه الرئيسي، حيث مكنت العملية من حجز 45 مليون 800 ألف سنتيم، بالإضافة إلى سلاحين، الأول نوع بريطة والثاني بندقية صيد تقليدية الصنع، سيقدم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.